استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر الروضة هذا اليوم المهنئين بزواج سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة، في مقدمتهم كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين ورجال السلك الدبلوماسي وضيوف البلاد وعدد من المدعوين، حيث رفعوا إلى جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة أسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة زواج سموه الميمون، معربين عن أطيب تمنياتهم لسمو الشيخ محمد بن سلمان بحياة ملؤها السعادة. وقدم صاحب الجلالة الملك المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني والتبريك إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة بهذا الزواج المبارك الميمون، متمنيا جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء لسمو الشيخ محمد حياة زوجية سعيدة. كما أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره على هذه التهاني والمشاعر الطيبة النبيلة التي أبداها الجميع، متمنيا جلالته لهم الخير والصحة والسعادة ودوام التوفيق والسداد. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد عن خالص الشكر والتقدير والامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تهاني جلالته وسموه الكريمة ومشاعرهما الطيبة النبيلة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء ويمتعهما بوافر الصحة والسعادة.
Thank you.